الحمد لله رب العالمين، نزلنا مع الصيام ونفحات رمضان، ونتكلم الآن على أركان الصيام. إذا كنا قد عرفنا من المرة السابقة أن الصوم أو الصيام هو امتناع عن المفطرات من الفجر إلى المغرب، فجر الصادق إلى المغرب بنية، هذا معناه أن للصيام ركنين، النية والامتناع، ركنان فقط، النية والامتناع عن الأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات التي قلناها في المرة السابقة. متى ينوي الصائم؟ النية في العادة في كل العبادات تكون مع بداية العمل، النية محلها القلب، وتكون مع بداية العمل، مع تكبيرة الإحرام في الصلاة مثلا، مع إعطاء الفقير الزكاة، لا تكون قبل ذلك. الصيام يصعب جدا أن نطلب أو يطلب الشرع من الصائم المكلف أن يستيقظ عند الفجر ليوقع النية مع بداية الفجر، هذا عسير. ولذلك من سعة الشرع كلما ضاقت الأمور اتسعت، أبيح لك أيها الصائم أن تبيت النية من الليل، ويغنيك هذا عن أن تقارن مع بداية الصيام هو الفجر. فيجب تبييت نية الفرض لا النفل. النفل يمكن أن تنوي ما دمت لم تتعاطى مفطرا، تنوي بعد الفجر، بعد الشروق، إلى صلاة الظهر، إلى بدء صلاة الظهر الزوال، وحتى الحنابلة قالوا إلى العصر. مهم أن لا تكون قد تناولت مفطرا من أكل أو شرب أو جماع أو ما أخذناه في المرة السابقة، هذا في من حيث النفل. الاثنين، الخميس، الأيام البيض، الستة البيض، كل هذه الأشياء، المحرم، عرفة. لكن الفرض المتمثل في ماذا؟ في رمضان، في قضاء رمضان، في النذر. ما دام فرضا، ما دام واجبا، سواء أوجبه الشرع رمضان أو أوجبته أنت على نفسك بالنذر، فيجب أن تبيت النية من الليل. من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. جمهور العلماء على أنه يجب تبييت النية لكل ليلة من رمضان، والمالكية جعلوا رمضان كله وحدة واحدة وعبادة واحدة، فقالوا إن النية ليوم واحد من رمضان يكفي عن بقية رمضان. والشافعية وهم من الجمهور الذين يقولون بوجوب تبييت النية لكل ليلة، يقولون إن هذا الأمر فيه نوع عسر، أن يطلب من المكلف في كل ليلة أن ينوي الصيام، ربما ذهب لم يستيقظ للسحور، ربما فاته أن ينوي فيضيع عليه اليوم. فقالوا لا بأس أن تقلد المالكية في ذلك بأن تنوي في بدء الشهر نية لكل الشهر، مع أنهم يقولون أيضا بعد أن نويت هذا لكل الشهر لا عليك أيضا، حتى تكون قد خرجت من الخلاف وخرجت من العهدة وبرئت ذمتك من التكليف، أن تنوي أيضا لكل ليلة ما استطعت. يستحب في الصيام عدة أشياء، يستحب السحور ويستحب تأخير السحور، فهما سنتان. السحور فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، السحور سنة، وتأخير السحور سنة، تأخير السحور إلى قرب الفجر سنة، لكن أوصي بأن يكون هناك فترة بين نهاية السحور وبين طلوع الفجر حتى لا ندخل في المشاكل. كنت آكل وأذن المؤذن وأنا آكل وبلعت، هل أقضي هل أعيد؟ حتى نتجنب ذلك. ولذلك جاء المسلمون بشيء لطيف وهو الأذان الأول الذي يكتب الآن في النتيجة، الإمساك. الإمساك معناه ليس معناه أنه يحرم الأكل والشرب بعده، ولكن فقط تنبيه، انتبه اقترب وقت الفجر، فعليك أن قدر الإمكان أن توقف حتى تجعل فترة ما بين نهاية أكلك وما بين الأذان،
ولا يدخل عليك الأذان وأنت تأكل أو أنت تشرب فتقع في الحرج. والله تعالى أعلى وأعلم.